معذرة أنا كنت قافل الصوت، معلش. خلاص كده فتحت الصوت، معلش. الصوت كده واضح؟ أيوة كده، أنا أحب الناس الشاطرة اللي تبدأ ما تلاقي الصوت قافل تبدأ إيه الصوت يا دكتور، معرفش إيه. برافو عليكم كده إن كنت تكون مصحصحين معايا. برجع تاني بقول في التمرين، أنا قاعد أتكلم بقالي أكتر من 10 دقايق. يلا خير، برجع تاني بقول في التمرين اللي إحنا كنا شرحناه، قلنا الشركة اللي كان رأس مالها 1,000,000 ريال مقسمة بالتساوي اتفق شريكان على أن يدفع حصتهم بشيك، ألف بشيك يعني 500,000، وباء يحول خصوم وشركته ويسدد الفرق أيضا بشيك. فلما جمعنا أصول باء لقيناها بتساوي 800,000، وجمعنا التزامات باء لقيناها 500، الفرق صافي الأصول قلنا رأس المال 300,000، فاضل لي يتبقى لي 200,000. ال 200,000 دولت هيبدأ يسددهم بشكل إيه؟ شيك، وبالتالي ده الفرق اللي بيدفعه للشركة الجديدة في رصيد البنك. وبالتالي يتضح ان رصيد البنك عبارة عن 50,000 من اصول الشركة باء كاصول متداولة، 200,000 اللي هو الفرق بين الاصول والخصوم المقدمة من باء كشيك، و500,000 من حصة الف قال لك هيقدمها بشكل شيك، فمجموعهم بيساوي 750,000 ريال. القيود اليومية من مذكورين حساب البنك 750,000، المدينون 30,000، المخزون السلعي 50,000، حساب السيارات 75,000، المباني 125,000، الأراضي 470,000، وإذا كان فيه إهلاك يتم خصمه من المباني ويدينا صافي المباني واشتغل عليها. إلى مذكورين اللي هو عندنا حساب الدائنون 100,000، قروض طويلة 400,000، حصة ألف، حصة الشريك ألف 500,000، وحصة الشريك باء 500,000. طيب بأكد تاني، إذا كان الشريك ألف حصته أكبر من الحصة المطلوبة اللي يقدمها للشركة، يعني مثلا مفترض إنه يقدم 500,000، وهو سي مثلا الفروق الميزانية اللي عنده كرأس المال وليكن 700,000، كيف يعني ده فرق رأس المال من مجموع الأصول ناقص مجموع الخصوم، ومفترض إن حصته تكون 500,000 فقط، دي أكتر ولا أقل من الحصة المطلوبة؟ حصة الشريك باء المطلوب منه 500,000، الواقع إن هما كام؟ 700,000. في الحالة دي الفرق بين ال 700,000 وال 500,000 دول قد إيه؟ 200,000. تسجلوهم إزاي؟ هتكتب كده بقى من حساب الشريك باء كحساب مدين إلى حساب البنك، ويتم سحب ال 200,000 دولار من حصة الشريك ووضعهم في البنك. دي الحالة الوحيدة اللي بيظهر فيها حساب رأس مال الشريك كحساب مدين، لكن على طول مفترض ان هو يظهر حسابه كحساب دائن. الجزئيات اللي احنا كنا ناقشناها في المحاضرة الماضية، تعالوا نشوف. ادي ترتيب الميزانية اهوت، البنك 750,000، مدينون 30,000، بضاعة 50,000، آدي مجموع الأصول المتداولة، هذه الميزانية للشركة الجديدة، عندي سيارات 750، 125,000 مباني، أراضي 470، يطلع 1,500,000. الناحية الثانية في جانب الالتزامات حقوق ملكية، دائنون وقروض 500,000، وحصة كل شريك 500، مجموعهم 1,500,000، إذا ميزانية متوازنة، جانب الأصول يساوي مجموع الالتزامات وحقوق الملكية، يبقى شغل كده سليم 10/10. طيب الحالة الثانية، عدم الاتفاق في العقد على معالجة الفروق، دي مشكلة كبيرة جدا، إحنا مش عارفين يعني ما اتفقناش إن إحنا نعالج الفروق ديت بأي شكل من الأشكال، طب كيف يتم تقنينها بشكل واضح؟ إذا كان صافي الأصول المقدمة أقل من الحصة في رأس المال، يكون الفرق هنا هو شهرة المحل. الجزء ده في IP و
مهم جدا، اللي هو بيقول لك صافي الاصول المقدمه فيها منين؟ قلنا تطرحي مجموع الاصول ناقص مجموع الخصوم. طيب احنا ما اتفقناش ان صافي الاصول ده هنسجله ايه؟ فبتسجليه على اساس ان هو يسمى شهره، حساب الشهره من مذكورين الاصول، حساب الاصول المنتقله وحساب شهره المحل الى مذكورين الالتزامات المنتقله وحساب راس المال. ده صيغه القيد في حاله معالجه عدم الاتفاق في العقد على معالجه الفروع. طيب اذا كانت صافي الاصول المقدمه اكبر من الحصه في راس المال ومفيش اتفاق، الفرق هنا في الحاله دوت بنسدده او بنسجله على شكل احتياطي تقويم الاصول. اذا كان صافي الاصول اقل من حصه راس المال بيكون الفرق بنسميه شهره المحل. اذا كانت صافي الاصول المقدمه اكبر من حصه راس المال للشركه الجديده يكون الفرق في شكل احتياطي تقويم الاصول، بتقول حساب الاصول المنتقله الى مذكورين التزامات المنتقله حساب راس المال احتياطي تقويم الاصول كحسابات دائنه. ممكن نحط السؤال على الجزء دوت واشوف مدى استيعابكم معايا في المحاضره. لو تكرمتوا تركزوا معايا، دي الاسئله على فكره اللي هتجيلكم في الاختبار بالشكل ده، اقول لك بنفس الصيغه كده. صافي الاصول بس. سؤال صافي يلا ابدأوا حلو لو سمحتوا. إذا كان صافي الأصول المقدمة أقل من حصة رأس المال، شوف كم طالب شاركوا معنا، كم طالبة إنها مش مشاركة معنا خالص. فعلا الإجابة الصحيحة هي شهرة المحل. شهرة المحل تسجليها كحساب مدين ولا حساب دائن؟ الناس اللي مشاركة معايا تسجل كحساب ايه؟ مدين. بقول من حساب الاصول المنتقلة وشهرة المحل الى مذكورين الالتزامات المنتقلة الى ورأس المال. طيب لو قلناها كده تسجلوها ازاي؟ تسجلوها على انهي حساب؟ الأفكار اللي ممكن تيجي في الاختبار وممكن تحطوها في هذه الجزئية. السؤال أمامكم الآن، إذا كان صافي الأصول المقدمة أكبر من حصة رأس المال، الفرق هنا بنسميه إيه؟
بنحطه فين؟ في جانب المدين ولا الدائن؟ احتياطي تقويم الأصول. إيه الشطارة دي؟ ما شاء الله، ما بتقولوا مادة صعبة ليه؟ ما انتوا مذاكرين بتذاكروا من ورايا؟ لا لا، أنا زعلان منكم صراحة، المفروض تستنوا شوية كده، لكن أداء رائع طبعا، ممتاز. احتياط تقويم الأصول، طب يسجل مدين ولا دائن؟ أحطه كحساب مدين ولا حساب دائن؟ لا، بالتدريب المسائل في الحالة اللي أنت قلتيها ديت دلوقتي خطأ، تسجل كحساب دائن. إذا كان صافي الأصول مقدمة أكبر من حصة رأس المال، يعني المفروض يسترد ليا، فده احتياطي تقويم الأصول يعتبر دائن مش مدين. كيف تحسبيه؟ أي احتياطي، أي احتياطي يسجل دائن، مفيش احتياطي يسجل مدين. لكن الأصول المقدمة أقل، أنا اعتبرت إن الجزء دوت الفرق بنعتبره شهرة رأس المال بشكل أو آخر. الجزء ده في أي بي مهم جدا، خلي بالكم منه، جاي منه سؤال في الاختبار الامتحان. المسائل مش صعبة، عايزة تتحل بالورقة وقلم. كل طالب وطالبة لو عايز يتعلم المحاسبة صح يمسك ورقة وقلم. المحاسبة ما بتتحلش بالنظر، العين خطأ، لكن لازم أمسك ورقة وقلم وأبدأ أفكر وأبدأ أحلل عشان أعرف أتخذ قرار سليم. ده فكر المحاسبي لازم يكون بهذه الطريقة. أي نعم، استخدام التكنولوجيا والبرامج الجاهزة تساعدني في سرعة أداء المهام المحاسبية، ولكن لا تغني عن العقل البشري في كيفية التحليل واتخاذ القرار. نبدأ نشوف المثال اللي أمامنا الآن. قرر كل من الشريك ألف وباء إنشاء شركة رأس مالها 1,000,000 ريال مقسمة بينهم بالتساوي. يبقى الشريك ألف حصته قد إيه؟ 500,000، والشريك باء هتكون حصته أيضا، قواعد كثيرة هي دي طبيعة المادة ديت، كل مادة بيبقى ليها طبيعة خاصة. بس خلي بالك انك انت يعني مش شغال باوبن بوك، معاكي بتقدري لو قريتي المادة اكتر من مرة وحليتيها تقدري تفتحي الجزء اللي عايزة تتأكدي منه في معلومة وتشتغلي بيه. المحاسبة ما تتعلمش او الواحد يتقنها بالجانب النظري، بالجانب التطبيقي الابلكيشن بتجارب الشركات بنقدر نتعلم محاسبة. خبرات المحاسبية لا تأتي من يوم وليلة، على الأقل مينيمم 3 سنوات علشان الواحد يكتسب علاقات، ودي مهمة جدا، والقدرة على التحليل والتفكير السليم. ولذلك أدعو كل الطلاب والطالبات في تخصص المحاسبة في فترة البكالوريوس 4 سنوات يأخذوا تدريب في أي مكان، وأفضل المكاتب هي المكاتب المحاسبية أو الشركات الصغيرة، بحيث ما يكونش عندهم لسه نظام محاسبي، والمكاتب ليها تجارب مع شركات فبتثقل الطالب أو الطالبة بشكل أفضل. وفي نهاية الفترة 4 سنوات يعتبر بالنسبة له كنشاط تطوعي، يعتبر شهادة خبرة ليقدر يستفيد منها بعد التخرج. إذا قرر كل من ألف وباء إنشاء شركة رأس مالها 1,000,000 ريال مقسمة بينهم بالتساوي، اتفق. أنا أتفق طبعا مع طالباتي، هم بيقولوا إن في قواعد كتيرة صح، لكن إلى حد ما إذا عرفنا أسس هذه القواعد بتتكلم عن إيه، هبدأ أحللها وأصل إلى النتائج المطلوبة. بيقول لك مقسمة بينهم بالتساوي، وقد اتفق الشركان على أن يدفع ألف حصته بشيك، يبقى من حساب البنك طبعا إلى حساب الشريك ألف، أما باء فيحول أصوله وخصوم شركته، ولم يتفق على معالجة الفرق في العقد. ديت نقطة جوهرية خلي بالكم منها، مهمة جدا، ملحوظة هامة جدا. هل اتفقنا في العقد نعالج الفرق ده ازاي ولا لا؟ لو ما اتفقناش يبقى نسجله إذا كان الأقل على حساب شهرة المحل، ولو أكتر يعتبر احتياطي أصول. هنلاقي ميزانية الشريك باء مجموع الأصول مقدمة 800,000، مجموع الالتزامات 500,000، صافي الأصول أصول ناقص خصوم طلع 300,000، يا
يا ترى دوت اكبر ولا اقل من حصه الشريك المطلوبه؟ حصه الشريك المطلوبه كام؟ هو الشريك باء حصته المطلوبه 500,000، اقل ولا اكبر؟ اقل. فبيتكلم هنا الفارق هنا عندي 200,000، ما دام الحصه اقل وما فيش اتفاق يبقى يمثل شهره. هذه الشهره تسجل كحساب مدين ولا حساب دائن؟ ايه رايكم؟ تسجل كحساب مدين. يبقى حساب البنك 50,000 مقدمه من الشريك باء، 500,000 حصه الشريك الف، يبقى 550,000 قدر يوميه يتم اثباته. حساب البنك 550,000، مدينون 30,000، بضاعة 50,000، سيارات 75، مباني 175، 470 أراضي. رصيد الشهرة هيكون هنا هو الفرق بين 500,000 و300,000، ما دام ما فيش اتفاق سجل تحت حساب شهرة المحل كحساب دائن ولا مدين؟ لا، كحساب ايه؟ مدين. وبالتالي طبعا الى مذكورين دائنون 100,000، قروض 400,000، راس المال 500,000 راس مال الشريك الف، و500,000 راس مال الشريك باء. حد عنده اي استفسار قبل ما انتقل للجزء اللي بقى التالي ليه؟ ليكم اي استفسار؟ دي شكل الميزانيه ليتم افتتاحها بشكل او اخر. طيب نشوف الحاله الثانيه. طبعا رصيد البنوك هنا اتغير وشهرة المحل، ده الفرق اللي كان، لان حصة رأس المال اقل من حصة الشريك، فتم تسجيلها في قائمة في الاصول على انها شهرة المحل كحساب مدين زي ما احنا وضحنا في المحاضرة. الحالة الثانية اعادة تقدير الاصول والتزامات المنشأة الفردية. الحالة الثانية إعادة تقدير الأصول والتزامات المنشأة الفردية. هنا يتم إثبات الأصول والتزامات المنشأة الفردية بقيام إعادة التقدير، حيث تجعل الأصول مدينة والالتزامات دائنة، وحساب رأس مال الشريك دائن بالفرق. فإذا زاد صافي الأصول عن حصة الشريك، صافي الأصول اللي هي الفرق بين الأصول والالتزامات أكبر من حصة الشريك المتفق عليها، يتم إعطاء الشريك الحق في سحب الفرق. وده احنا قلناه قبل كده. وبالتالي بنقول حساب من حساب راس المال الى حساب البنك بنقلب الخيط. اما اذا قل صافي الاصول عن حصه الشريك المتفق عليه يقوم بدفع هذا الفرق بشكل شيك بنكي. بتاريخ 1/5/2015 اتفق الف وباء على تكوين شركه تضامن براس مال قدرها قد ايه؟ 2 مليون ريال. اتفق الشريكان ان يدفع الشريك الف حصته البالغه، لا، راس مال قدره 200,000، حصه الشريك الف هيدفع 80,000 نقدا، ويقدم باء مقابل حصته البالغه 120,000. طب نسبه الف الى باء قد ايه؟ لو قلت نسبه 80 الى 120، النسبة دي كام إلى كام؟ كأن نسبة 2 إلى 3. طيب تمام، في ميزانية مشروع فردي باستثناء النقدية، وعلى أن يتم إعادة تقديرها على أن يتم التسوية بأن يدفع أو يسحب الفرق من خلال بنك الشركة، وفيما يلي فيما يلي ميزانية المشروع الفردي للميزانية للشريك باء 80,000. 80,000 يبقى الميزانية ديت على طول للشريك ألف، دي ميزانية الشريك ألف، ورأس المال كان 150، دائنون 180,000، أراضي 80,000، مباني ولا الشريك باء
ها ايه رأيكم؟ طبعا ما دام قال لك اراضي هنا يبقى ديت بتتكلم على الشريك باء. يا ريت تصحصحوا معايا لو سمحت. اتفق الشركاء على عدد تقدير الاصول والالتزامات على النحو التالي: تقدير المباني بمبلغ 400,000، الاساس بمبلغ 20,000، كان 30,000، عدد تقدير البضاعه 50,000، الذمم المدينه 5,000 بدل 10,000، المطلوب اجراء قيود اثبات لراس المال وتصوير الميزانيه الافتتاحيه. هنتكلم الاول اثبات الشريك الف، هو هيسدد الحساب ده نقدا ولا هيسدده بشيك؟ قال لك اهو حصه شريك الف 80,000 وتسجل نقدا، فقيد الاثبات هيبقى من حساب الصندوق 80,000 الى حساب راس المال مقدار 80,000، ما فيهاش ادنى مشكله. طب اثبات راس مال الشريك باء هيسددها من خلال الميزانيه. هنا نشوف الحسابات بعد التقدير: الاراضي 80,000، المباني كام؟ احطها 50,000 ولا احطها 40,000؟ احط بالتقدير الجديد طبعا 40,000، الاساس 20، البضاعه 50,000، المدينون اللي هي اوراق القبض، المدينون المقصود بها اوراق القبض مقدارها 10,000 الى حساب الدائنون 180,000 هيت، ورأس المال هيكون كام في الحالة ديت؟ رأس المال 150,000، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 5,000. طبعا لاحظ ان حصة الشريك باء 120,000، عليه ان يدفع الباقي. طبعا لما بصينا كده بالقيد التالي، الفرق بين حساب البنك لحساب رأس المال الفرق دوت قد ايه؟ لان طبعا حصته رأس المال 120,000 والشريك الف 80,000 دائنون 180,000. الفرق في الحاله ديت بسدده كفرق لاجراء التوازن في الميزانيه على شكل مخصص ديون معدومه بمقدار يساوي 5,000 ريال، بما ان حصه الشريك باء 120,000 وعليه دفع الباقي بالقيد 105,000 من حساب البنك الى حساب راس المال 105,000، والباقي يكون عندنا في شكل مخصص ديون المعدوم. طبعا لازم يكون عندي جانب الاصول عندي يتساوى مع جانب التزامات حقوق الملكيه. اللي بيظبط معايا ان جانب الاصول هجمعه هيطلع عندي 385,000. طب هنا جانب الخصوم ما ظبطش معايا، يبقى الفرق لما تطرح 385 من مجموع ال 280,000 يطلع، او مش 280 بقى 380,000، يطلع الفرق ال 5,000 دولت تسميهم مخصص للديون المعدومه، وتسجل هذا في القيد على كانه حساب دائن لاجراء هذا التوازن. يبقى الشريك باء هيدفع ال 120,000 باقي القيد هيدفعهم 120,000، مفترض انه هيدفع الباقي ازاي؟ من حساب البنك الى حساب راس المال لاستكمال حصه الشريك. يعني هو حصته هنا كام؟ 15,000. يبقى لو هو مفترض ان حصته هتكون 120,000، ما تطرحي 120,000 ناقص 15,000 يطلع كام؟ 105,000. ال 105,000 دولت هيبدأ يسددهم الشريك باء من حساب البنك إلى حساب رأس مال عشان يستكمل حصته في دخوله لهذه الشركة. الحاجة الرابعة: مثال شامل على تكوين شركات الأشخاص: الحسابات الشخصية للشركاء. طبعا هي المادة ديت صعوبتها إن فيها تمارين كتيرة جدا وعايزة إلى حد ما تركيز، وعايزة زي ما قلت حل كتير ومناقشات
عشان تثبت المعلومة. المحاسبة لا تدرس بجانب نظري فقط، فأرجو تخشوا في منتديات وتتناقشوا مع بعض، واللي عنده أي استفسار ممكن يخش على المنتدى ويبدأ يتكلم معايا وأرد عليه. واضح الكلام؟ في حد عنده أي استفسار؟ أرجع طيب للتمرين السابق؟ أرجع للتمرين السابق ولا أشرح الجديد؟ طيب أشرح الجديد وبعد كده لو في أي إعادة ما عنديش أي مانع. نبدأ نشوف الحالة اللي معانا دلوقتي. ده مثال شامل على تكوين شركات الأشخاص، الحسابات الشخصية للشركاء. هنبدأ نشوف الحسابات الشخصية للشركاء كيف يتم معالجتها في شركات الأشخاص. طيب شركات الأشخاص دي شركات تعتبر شركات مساهمة ولا من ضمنها شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة وهكذا؟ ايه رأيكم شركات الأشخاص دي تصنفوها ايه؟ صنفوها ايه يا شباب؟ شركات الأشخاص ليست شركات مساهمة، شركات الأشخاص زي شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة أو من هذا القبيل. لسه بتكلم فيها أهو. فشركات التضامن تعتبر جزء من شركات الأشخاص. اتفق كل من ألف وباء تكوين شركة تضامن، وقد قدم كل منهما الأصول والالتزامات الخصوم المساهمة في رأس مال الشركة. قدم الشريك ألف ما يلي: أراضي قيمتها الدفترية 50,000 وقيمتها السوقية 60,000 ريال، مباني قيمتها الدفترية 300,000 ومجموع إهلاكها 30,000 ريال، وقيمتها السوقية تقدر بمبلغ 240,000 ريال، قروض البنك العقاري برهن المباني 100,000. قدم الشريك ألف حصته في رأس المال على النحو التالي: نقدية 80,000، أوراق قبض 42,000 وقيمتها الحالية 40,000، أساس قيمته الدفترية 70,000 وإهلاك 20,000 وتبلغ قيمته السوقية 40,000. المطلوب بكل بساطة عايزين يطلبوا منكم إثبات قيود الأيومية اللازمة لتكوين الشركة في كل حالة من الحالات التالية. الحالة الأولى أن يكون رأس المال لكل منهما معادل لصافي قيمة الحصة العينية المقدم منها. القيد الثاني المطلوب أن يقتسم الشريكين رأس مال الشركة بينهم بالتساوي مقابل المقدم منهم. الحالة الثالثة اتفاق الشريكين على أن يكون رأس مال كل منهما 200,000 ريال مقابل الحصة العينية المقدمة من كل منهما. ملاحظة: يتم الانتقال الأصول الثابتة بالقيمة السوقية. ملحوظة دي مهمة جدا في IP، تقييم الأصول الثابتة دايما بالقيمة السوقية اللي هي شايفينها أمامنا دلوقتي زي الأراضي كده مثلا، المباني، كل ديت لازم تقيم بالقيمة، الأساس بالقيمة السوقية أيضا، أوراق القبض تقيم بالقيمة الإسمية، والفارق مع القيمة الحالية يمثل مخصص لخصم أوراق المالية. خطوات الحل: لحل الحالة الأولى يجب أن ندرس حالة رأس المال لكل من الشريكان. فقال لك معادل لصافي قيمة الحصة العينية المقدمة منهم. وروني كده الشركة الأولانية الحصة العينية المقدمة منهم قد إيه؟ لأن رأس المال غير محدد في هذه الحالة.
رأس مال كل شريك بيظهر كمتمم لصافي الأصول المقدمة. يا ترى رأس مال اللي يعادل الحصة العينية لشريك ألف تساوي قد إيه؟ الحصة العينية تتمثل في الأراضي والمباني. تعالوا نشوفها مع بعض كده. الأراضي كام؟ قيمتها السوقية 60,000، والمباني قيمتها السوقية 240,000. ما تجمع الاثنين مع بعض هيساوي 300,000. طيب قرض البنك العقاري قد ايه؟ 100,000. لما تطرح ال 300,000 ناقص ال 100,000 يديك قيمة رأس المال هيساوي 200,000. ده قيمة رأس المال. يبقى تسجيل القيد لشريك ألف من مذكورين، تسجيل أراضي بالقيمة السوقية القيمة السوقية اللي هي 60,000 والمباني 240,000 إلى مذكورين، قرض البنك العقاري 100,000 وحصة رأس مال الشريك ألف اللي هي كام يا شباب؟ ها؟ أنا عارف الطالبات شاطرين، حصة 200,000. طب إثبات حصة الشريك باء، كيف يتم إثبات حصة الشريك باء؟ يتم إثباتها كالآتي: أبدأ أشوف الحسابات المدينة اللي عندي كأصول وأشوف مخصصاتها قد إيه. تعالوا نبص مع بعض. نلاقي حصة الشريك باء يتضح فيها الآتي: نقدية بمقدار 80,000، وإيه تاني؟ أثاث قيمته السوقية 40,000، وإيه تاني؟ أوراق قبض قيمتها الحالية 40,000. اجمع 80 و40 و40، شوفوا هيطلع كام. طب ليه الأوراق القبض حطها 42,000؟ ليش؟ ليه ما حطهاش 40؟ جمع مجموع الإهلاك اللي عندي، لأنه قال لك مجموع الإهلاك قيمة أوراق القبض قيمتها، سوري معلش، قيمتها 42,000. لأنه لو بصينا هنا قال لك ملحوظة إن أوراق القبض بالقيمة الإسمية، لما تيجي تسجل بالقيمة الإسمية وليس القيمة السوقية. علشان كده القيد هيكون نقدية 80,000، أوراق القبض بالقيمة الإسمية، دي حاجات ملاحظات مهمة، 42,000، الأساس 40,000. جمعوا دول لو سمحتوا، 80 زائد 40 120، 120 و40 160، يبقى 162,000. طيب الجانب الثاني، عندي رأس مال الشريك باء 160,000 زائد 2000 مخصص خصم أوراق القرض. عرفتها منين؟ من خلال الحل. احنا قال لك أوراق القبض عندك 140 وقيمتها الحالية 40. عشان أثبت القيد دوت زي ما احنا قلنا لازم بيكون عندي حساب مخصص أوراق القبض كحساب مدين ولا حساب دائم؟ أكيد طبعا هيكون كحساب دائم. طيب يبقى رأس مال الشريك باء هيكون 160,000. هل هو أشار لحصة رأس مال كل شريك هنا لو تكرمتوا شفتوها كده ولا ما أشارش ليها؟ إيه رأيكم؟ قال لك حصة كل منهمة معادل لصافي قيمة الحصة العينية المقدمة. طب فأنا ما بصيت هنا حصة القيمة العينية المقدمة قلنا دول 162,000، فاعتبر إن 2000 مخصص لخصم الأوراق القبض و 160,000 لحساب رأس مال الشريك باء. طيب الحالة الثانية، أن يختصم الشريكان رأس مال الشركة بينهم بالتساوي مقابل مقدم منه.
مقدم منهم حصة الشريك ألف وحصة الشريك باء. حصة ألف 200,000 وباء 160, مجموعهم بيساوي 360,000. طيب حصة الشريك هنا قد إيه لو كان بالتساوي؟ هتقسم 160,000 على 2 يبقى حصة كل شريك قد إيه؟ 180. يا ترى مين اللي حصته زادت ومين اللي حصته قلت لو كان بالتساوي؟ يعتبر ده في مصلحة مين؟ ألف ولا باء؟ حصة ألف كان 200,000 أصبحت 180,000. حصة باء كانت 160,000 أصبحت 180,000. وبالتالي اللي استفاد من الموضوع ديت باء, لأن حصته زادت ولا قلت؟ زادت, فده في مصلحة باء أفضل. وبالتالي في نسبة توزيع الأرباح حصة باء هتزيد ولا تقل بهذا الشكل. ده طبعا حاجة إيجابية نتيجة لو يعني تم الاتفاق فيه معه أو الاتفاق فيه في العقد يجب أن ينفذ بالشروط الجديدة. فلو حبينا نسد نشوف القيد الخاص به هيظهر لنا ان الشريك ألف وافق على التنازل عن جزء من حصته في رأس المال بمقدار 20,000, بدل ما كانت 200,000 أصبح 180,000 لصالح الشريك باء, وبالتالي يكون القيد 60,000 أراضي, 240,000 المباني, 80,000 النقدية, 40,000 الأساس, 42,000 إلى مذكورين, قرض العقاري زي ما هو 100,000, مخصص خاص من الأوراق المالية هيكون 2000 ريال. وبالتالي يكون عندنا حصة رأس مال الشريك ألف وباء 180,000 ريال. طيب إذا اتفق الشريكين على أن يكون رأس مال كل منهما 200,000, يا ترى ده في مصلحة ألف ولا باء؟ خلي بالك كان 160 باء أصبح 180, طب لو رفعناها ل 200,000 أعتقد إن دوت هيكون أيضا في مصلحة الشريك, ها الشريك باء. صافي الأصول المقدمة 200,000 مساوية إلى 200,000 حصتها في رأس المال, بنقول صافي الأصول المقدمة 160 أقل من الحصة المحددة اللي تساوي 200,000, ولم ينص العقد على أن يقوم أحد الشركاء بإيداع أو سحب الفرق, لذا سيكون الفرق بين 160,000 و 200,000 اللي هم 40,000 دول نسوديهم فين؟ مدام أقل تسجل شهرة محل. طب شهرة المحل دي تتسجل كأنها حساب مدين ولا حساب دائن؟ تسجل على أنها حساب مدين. إذا عكسنا كانت صافي الأصول مقدمة 220,000 والحصة المحددة بتساوي 200,000, يبقى 20,000 تسجل كأي؟ كحساب دائن يسمى احتياطي نقد الأصول. يبقى في حالة تسجيل, في هذه الحالة إذا كانت صافي الأصول مقدمة أقل من الحصة المحددة للشريك, بنقول 60,000 أراضي, 240,000 المباني, 80,000 للنقدية, 42 أوراق قرض, 40,000 للأساس, شهرة المحل بمقدار 40,000 إلى مذكورين 100,000 قرض عقاري مخصص أوراق القبض زي ما احنا قلنا قبل كده 20,000, رأس مال الشريك ألف هيكون 200,000 ورأس مال الشريك باء هيكون 200,000. اللي خلى الجزء هنا بالشكل ده كده ان زي ما انا قلنا صافي الاصول المقدمه من الشريك باء اقل من الحصه المحدده اللي هي 200,000, فسجلنا الفرق دوت كشهره للمحل.
استكمل تقديم العمل كحصة في رأس المال، آخر جزئية فيها ونقف إلى هذا الجزء ونبتدي من المحاضرة القادمة من الحسابات الشخصية للشركاء صفحة 24. تقديم العمل كحصة في رأس المال جاء في المادة الثانية من نظام الشركات السعودي سنة 37 أن الشركة عبد يلتزم مقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع معين يستهدف الربح بتقديم حصته من مال أو عمل أو منهما معا للاقتسام من ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. اشتغلت أنت كمحاسبة أو كمحاسب في الشركة دي، ممكن تقول والله حصتي في هذا المشروع تقدم على شكل تقديم العمل كحصة في رأس المال بمقدار وليكن 100,000 ريال في السنة مثلا أو 150,000 ريال في السنة، أنا كشريك بجهدي وحصتي في العمل بما يوازي 100,000 أو 150,000 بشكل أو آخر، وهذا ليس من الضروري إجراء أي قيد محاسبي ما دام أن الشريك لم يقدم شيء مادي كحصة في رأس المال، ويتم إثبات حصة الشريك من أرباح الشركة حسب النسبة المتفق عليها في عقد الشركة. تفهموا من هذا الكلام تقديم العمل كحصة في رأس المال يحتاج قيد محاسبي أم لا؟ يحتاج قيد محاسبي أم لا؟ إيه رأيكم؟ وأنت رحت قدمت كشغل وعملك كمحاسب، ايه رايكم؟ لا يثبت طبعا كقيد محاسب، لا يتم اثباته كقيد محاسبي لحصة الشريك في العمل، أو ليس من الضروري إجراء أي قيد محاسبي ما دام أن الشريك لم يقدم شيء مادي كحصة في رأس المال. من أشكركم طبعا، وأبدأ من المحاضرة القادمة إن شاء الله أتكلم عن الحسابات الشخصية للشركاء. أشوفكم على